على إثر معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة تفيد بوجود مجموعة إجرامية تحترف في المتاجرة في المخدرات. تمكنت الفرقة الجنائية من تفكيك هذه الشبكة وإيقاف عناصرها البالغ عددهم 3 عناصر وحجز كمية إجمالية تفوق القنطار بوزن إجمالي 112 كيلوغرام وسيارتين. تأتي هذه العملية النوعية بناء على تعليمات وتوجيهات القيادة العليا للأمن الوطني. تم إنجاز ملف إجراءات قضائية ليقدموا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفريك.